ست، بغض النظر عن التشريعي او غير التشريعي، احنا مسؤولين امام التشريعي الله يعني وامام الشعب. المواطن احنا اليوم جينا بصوت الشعب ونمثل الشعب، لكن قولته هن يقول التارثه كبيره مو سهله، يعني الفساد والخراب والتلكؤ مو سهل، مو مال انه اليوم انا بدورتي هاي اقدر اكشف واحيل واحاسب وكذا، ورغم وبوجود ليش هاي دورتك الضغوطات عمرها 4 سنوات يعني وبوجود تقدر هاي تسوي هواية الضغوطات تقدر تسوي. تعرفين انت السنه الاولى مجلس النواب، يعني مشاكل اللي صارت السياسيه والتاخير في تشكيل الحكومه والاداء البرلماني، هسه احنا بال 2023 نشتغل بها، يعني حجم الفساد بالوزارات حجم كبير ست سحر. يعني انا اليوم عندي ملفات على الوقوف لا تعد ولا تحصى، على الوقف السني المحافظة أم الشيعي؟ الوقف السني زين، الوقف الشيعي لله الحمد زين، ما له يعني دخل بشغله. لا مو ما عندهم محصن. لا ما عندهم كاسب الحصانة سماوية. ان شاء الله لا ما عندهم ذيك الاموال مثل الوقف السني المفتوحه العيون عليهم. تخصيصاته قويه، تخصيصات اراضيها كثيره. لا اراضي الوقف السني اكثر، ما كثير من اخذوها الوقف الشيعي يعني بعد تخصيصات كثيره، ميزانيه كثيره اراضي واموال، وحجم الفساد بي كبير، واليوم لا يزال لحد هذه اللحظه. وعندي كذا عندي يعني هو ما توقف الفساد بالوقف السني اللي حد عهد الله يرحمه سعد قنبش، مستمر لحد اليوم وموجود وعندنا ملفات وتثبت ذاك. ايش منتظرين من هالملفات؟ ست لا شفنا استجواب لوزير بالبرلمان، ولا شفنا استجواب لابو الوقف، ولا شفنا استجواب لمسؤول معين بدائره معينه، ولا للامين، ولا للمحافظ. محاكمه يعني فاسد، ماكو يريدنا فاسد يتحاكم، ماكو غير مدير اعتقل بالانبار وبعدها ما نعرف. بس هذا الفاسد بالعراق؟ لا هو الفساد يعني ما نقدر نختصره بشخص او محافظه او كذا، موجود لكن هو بصراحه عشان ما نختصره، من بده يوقع، من بده يمضي، من بده ينطي، من بده يحيل. يعني تقول الوقف السني اكو من بده يحيل اراضي او بده ينطي مشاريع طبعا اذا استثماريه، بده يسحب من فلان بده ينطي فلان. هاي هي عمليه اليوم، شوف السرقه ما تحتاج وقت، السرقه سهله تواقيع وتخلص، لكن كشفها يحتاج وقت، يحتاج ملفات وتدقق بيها وتحيل للقضاء ويستدعوهم ويسمعون ويدققون بالاوراق، واحنا مو مباشر ندخل على الاعلام ونطلع على الاعلام ونبدي نفتح الملفات بالاعلام زين، لانه بها اكو خصوصيه، بها اكو خصوصيه.